واحنا في اليوم الخامس من الشهر الكريم كتير مننا بدا ان هو يدور على الميزان، يشوف وزنه زاد كام كيلو. اكيد العزومات اللي بدات في بدايه الشهر الكريم الاهل والاصحاب والاصدقاء كان فيها حته كنافه، كان فيها حته بسبوسه، ولا ايه يا استاذه بصراحه؟ حقيقي بقى، واللي يقول لك هات كنافه بالمانجا ونجرب كنافه باللوتس، وفي السنه دي اكيد اختراع جديد كل سنه وما يضرش، وناخد الحته دي من هنا. وطبعا مع اختلاف العزايم وكل يوم مع اختلاف الناس ده بيفتح النفس غصب عننا، برغم على فكره يعني ان شهر الصوم بيعتبر فرصه عظيمه ان احنا ممكن نستفيد منها، نوصل منها الوزن كويس، لاننا للاسف ساعات كثيره جدا بنزيد في الوزن. سبب ده ايه؟ وليه الاخطاء دي بنقع فيها دايما في الشهر الكريم؟ ده اللي هنعرفه من الدكتوره اللي منورانا مروه نوح، استشاري التغذيه العلاجيه. صباح الفل عليك يا صباح دكتور. صباح الفل، كل سنه وانت طيبه ومنورانا. الف خير، انت بالف خير. نعمل ايه؟ الحكايه عندنا في رمضان حاجه من الاثنين بتحصل، يا الناس بتزيد في الوزن قوي عن طبيعتها، يا الناس بتخس قوي ما بتاكلش خالص. تمام. ليه ما بناخدش بفوائد الصيام؟ يعني احنا كلنا والدراسات كلها بتقول فوائد الصيام فوائد الصيام. يمكن كان زمان الناس بتستغرب المسلمين بيصوموا وازاي ما بياكلوش ويشربوا، بعدين له فوائد كتيره قوي. ولو سمعنا الفتره الاخيره عن الانترميتنت فاستنج او الصيام المتقطع، وده متاخد من الصيام بتاعنا، وهو الصيام المتقطع هو مش رجيم، هو نظام صحي. بس يمكن في 21 كان اكتر نظام دايت اتبع في سنه الكورونا دي والناس خست بيه. طب ليه احنا ما بنخسش في رمضان؟ عشان العادات، الصيام الحقيقي بقى، الصيام الحقيقي بقى اللي هو صيام بجد، يعني اللي هو ما ينفعش ناكل ولا نشرب خالص. طبعا عادات سيئه. عندنا اربع حاجات في رمضان انا تملي بسميهم كده، بحفظهم للناس، موجودين على سفره رمضان مش موجودين على سفره بقيه السنه. سكر كتير، العصاير، سمبوسك السمبوسك وكمان على فكره الشربات، لان الشوربه بمفهومنا الطبيعي زمان اللي هي شوربه لسان عصفور بمعلقه زيت ولا معلقه سمنه عليها شوربه فراخ طبيعيه او لحمه طبيعيه، دلوقتي بقت شوربه كريمه وعليها جبنه، فبقت شوربه عاليه جدا في السعرات، رغم ان هي بالنسبه لنا مسماها شوربه بس جواها ايه. رابع حاجه الحلويات. الاربع حاجات دول موجودين كل يوم على سفره رمضان مش موجودين بقيه السنه. العصاير السمبوسك الشوربه الحلويات. مش كده؟ بتروح عزومه او حتى في بيتنا بيبقاش فيه الاربع حاجات دي كده اساسيات قواعد. دول زيادات على المائده، زيادات عن بقى ملذ وطبق. يعني ما بنعملش ايه مثلا ملوخيه وفراخ ورز العادي، لازم ملوخيه وفراخ ورز ورقاق ومحشي يعني لازم نعمل خمس ست صناف. يعني حتى اولادنا في البيت اتعودوا لو في رمضان في الوجبه العاديه اللي في غير رمضان يقول لك ايه ده، فين الفطار؟ انا لما كنت في بيت مامتي كانت لما تبقى عامله مثلا يعني ثلاث اصناف بس، وبس ثلاث اصناف فين الباقي؟ دلوقتي اتربيت يعني اتعلمت الادب، مفيش الكلام ده. فلازم زي ما حضرتك قلت، بنفرح اول كام يوم وعزومات وبتبقى وحشنا، نلم نفسنا بعد كده، نلم بقى نفسنا، لان من فوائد الصيام انه بيقلل مستوى السكر، فبيظبط السكر، بيساعد الناس اللي عندها سكر حتى انها تتحسن، بيقلل مستوى الدهنيات في الدم، فهو له فوائد كتيره جدا. احنا بنطلع بقى من رمضان لو ما عمل، لو خدنا الاربع حاجات دول مع الاكل مع العادات دي، السكر اللي ما عندوش سكر هيجي له سكر، واللي ما عندوش ارتفاع في الدهنيات هيجي له ارتفاع في الدهنيات، وهنعرض نفسنا لامراض كتير المفروض ان الصيام بيحلها مش العكس. فلازم نركز او نستوعب بناكل ايه وازاي خلال بقيه الشهر. يعني خلينا نقول ان احنا قسمناه اربع اسابيع، يعني اربع ارباع، اول ربع خلاص اتدلعنا وكلنا واتبسطنا وجربنا الكنافه اللي بالمانجا واللي باللوتس وكل حاجه، نبتدي نظبط جدا بقى من تاني اسبوع. يمكن ده فعلا اللي انت كنت بتقوله لي قبل ما نرجع من الفاصل، انه لو بتلخبط اول اسبوع خلاص اقفل بقى على كده وابتدي، لانه في صيف جاي وكلنا صح كده، عندنا ثلاث اسابيع نظبط قبل برضو لحظه ان احنا داخلين على عيد كحك وبيتي فور وغريبه. بعديها هنخش على الصيف اللي هو احنا المواسم، احنا كل ما يقول لك المواسم على طول، خلصنا الصيف لازم كل الناس تبقى مهتمه قوي شكلها في الصيف عشان المصايف، عشان كده خلص الصيف هنخش على موسم فهنفضل داخلين مش هنلاقي وقت نخس فيه. صحيح. فمهم قوي ناخد بالنا الثلاث اسابيع دول بالزبط. شويه تبس بسيطه قوي قوي ممكن نتبعها ونطلع من رمضان خاسين او مستفيدين بفوائد الصيف. خلينا زود على الاربعه دول المحاشي، طبق المحشي اللي بقى موجود على المائده الرمضانيه، المفروض كام صباع محشي؟ وليه المحشي اصلا بيتخن؟ حلو رغم ان هو لان رز وشويه شبت وبقدونس وشويه خضار، يعني
طب انا يعني بس انت عارف انا بطبخ اكل صحي. اكل صحي بمعنى انه بيديني فوائد من غير سعرات كتير. كل مره اعمل المحشي ده عشان الكونسبت الغلط ده. المحشي ليه بيتخن؟ المحشي عباره عن رز وخضار زي ما كنا، ورز مسلوق ممكن يبقى كمان بالظبط، لان انا بعمله من غير دهنيات. هو اللي بيتخن او بيعلي سعرات اي وجبه حاجتين، يا يعني نشويات كتير يا دهون كتير. دول اللي بيعلي سعرات اي وجبه. تمام. عشان كده الحلويات نشوياتها كتير، السكر والدقيق وكده، ودهونها كتير. لو انا عملت المحشي حطيت حبه نشويات قليله اللي هي الرز، وكترت من الخضر اللي هي الشبت والبقدونس والبصل والطماطم والخضره اللي بنحطها، وهحشيها في خضار اللي هو كرنب، كرنب، كوسه، بتنجان، ورق عنب، كل ده خضروات، وسقيتها بس بشوربه منزوعه الدسم او دسمها معقول، فين المشكله؟ هتبقى بنفس الطعم؟ هتبقى جدا. انا بقول لك بعمله على الهوا والمذيعين بيدوقوه، بيبقى ما حدش بيصدق، لانه محطوط له توابل لذيذه، محطوط له شوربه لذيذه، بيطلع بنفس الطعم، مغذي جدا، سعرات قليله، اكنك اكلت طبق سلطه عليه حبه رز قد كده بالظبط. يعني زي ما انت بتعمل رجيم تقول لك ايه هاخد رز قبل كده وعليه فاصوليا خضراء كتير، هو نفس الفكره بالظبط. ففكره المحشي اللي احنا بنعمله سمنه وزيت جوه في الخلطه كتير، وسمنه وزيت واحنا بنسويه كتير، وبتاكل منه كتير لان يعني الكميه بتفرق. ما عنديش مشكله يبقى المحشي العادي بتاعنا اللي احنا بنطبخه حتى بدهون كتير ونقنن الكميه. احنا ده اللي هنقوله بقى ازاي نخس. حاجه من الاثنين، يا اما هخفف سعرات الوجبه واكل كتير اكتر، يا اما هاكل من الاكل اللي سعراته كتير اقل. تمام. في الحالتين عملنا توازن او خدنا نفس السعرات. يعني لو قلنا انا محتاجه من الطبق ده 500 سعر، ممكن اخده من طبق قد كده سعراته اقل، او طبق قد كده نفس السعرات فيديني نفس النتيجه. ببساطه كده للناس عشان تاكل من كل حاجه من غير ما نشغل بالها ان انا عامل ريجيم، نقول تيبس كده نمشي عليها بحيث ان احنا ممكن ننزل في الوزن. مبدئيا المايه مهمه جدا جدا جدا، بتتنسي قوي في رمضان. مع ان احنا بناخد حاجات محمره كتير وسكريات كتير، محتاجه اصلا ميه كمان علشان حتى الجسم يتخلص منها. افضل وقت ليها الميه بتتقسم من الفطار للسحور. قبل الفطار طبعا لازم ميه، بنبتدي بس عشان نملى معدتنا شويه فناكل كميات اقل، بالذات في العزومات كوبايتين ميه قبل الوجبات اللي هم الرئيسيه، وغير كده كوبايه ميه كل ساعه من الفطار للسحور مهمه جدا. لازم نركز فيها. تاني حاجه هنملى طبقنا من كل العناصر اللي موجوده، يعني مش كله ايه رقاق وورق عنب ومحشي وشعريه، ومش لازم كله يبقى نشويات. اخد بروتين تلت وتلت وتلت، ببساطه هناخد تلت بروتين، تلت خضار او سلطه او اي خضروات، وتلت من النشويات. تلت النشويات ده هنحط فيه السمبوسك وحته الرقاق والورق العنب والمحشي، فمش لازم الطبق كله يبقى مليء يعني متكدس، يعني متكدس بالسعرات الحراريه العاليه. فكده فدنا جسمنا بان احنا خدنا كل السعرات، كل الفوائد الغذائيه اللي جسمي محتاجها، فيتامينات ومعادن وبروتين ونشويات تديني طاقه، ما عنديش مشكله. في نفس الوقت عملنا توازن، فهنحط من اللي نفسنا فيه بتوازن في طبق واحد مش هنملاه تاني. طيب دكتور مروه، ده بالنسبه للفطار، وخلينا نتكلم يمكن عن السحور، ان احنا كمان بيبقى اللي هو ايه احنا صايمين بكره، فيلا بقى ناكل على قد ما نقدر، حتى لو جبنه بس يعني بنزود منها. صح. خايفين نجوع اولا، بالظبط بقى بنبقى خايفين نجوع اولا، صح ولا غلط ان احنا نقدم الفطار ولا ناخره؟ يعني نعمل ايه في ده؟ وايه الحاجات الصح اللي انا اتسحر بيها تخليني شبعانه لغايه بكره، لغايه الفطار، من غير ما ابقى بدخل كالوريز كتيره قوي الجسم؟ حلو قوي. اول حاجه الصح ان انا كل ما اخر السحور بيبقى احسن، عشان يمدني بطاقه تاني يوم، يعني عشان الايفكت بتاعه يفضل موجود تاني يوم، خصوصا المغرب على 6:30، بالذات الناس اللي بتعمل مجهود بدني او ذهني كتير، فدي مهمه قوي. تاني حاجه احنا محتاجين في السحور حاجه تمدنا بالطاقه مده طويله، فدي ما بتجيش من الاكل اللي احنا اللي هو الحاجات البيضه، يعني زي مثلا العيش الابيض، العيش الفينو، المخبوزات، كل الحاجات دي هتديني طاقه مؤقته وبعدين حاجه. فاحنا محتاجين حاجات فيها الياف تمدنا بالطاقه، امتصاصها يبقى اقل، فتمد الجسم بالسكر او جلوكوز مده اطول، فبالتالي تخليني عندي طاقه مده اطول. تملي هنلاحظ ان احنا اكتر فتره بنبقى مش قادرين فيها الفتره اللي قبل قبل الاذان. الطاقه خلصت، الجلوكوز اللي في الدم اللي بيدينا طاقه ذهنيه او للبدنيه خلص. فتملي بنحتاج حاجات ما فيهاش تحمير خالص، لان الحاجات المحمره بتعطش، ما فيهاش ملح كتير، حتى لو جبنه ما تبقاش جبنه حادقه، ما ناكلش مخلل بالليل، ملح خفيف، ما فيهاش حاجات سكريه كتير، لان السكر بالليل بيعطش، ما ينفعش اكل كنافه على السحور، قطايف على السحور، الحاجات دي هتعطش جدا تاني يوم. فمحتاجه اكل حاجات ترطب عليا وتديني طاقه، الياف زي الشوفان، زي العيش البلدي، زي الفول،
زي الحمص، زي العدس الاسود، زي العدس الاصفر، كل البقوليات بتدينا نشويات بالياف تمتد معانا مده اطول. بيض مسلوق مش مقلي. لسه هقول بالظبط، البروتين مهم قوي اما بنحطه مع النشويات بيشبع مده اطول، فاما اكل ساندوتش بيض او ساندوتش فول اللي فيه نشويات وبروتين نباتي هشبع مده اطول ما اكل ساندوتش جبنه بس. وتملي بنقول ان احنا نحط خضروات في السحور، جرجير، خيار، طماطم، كل الحاجات دي، خس، كل الحاجات دي مهمه جدا على السحور. اللي مش بيقدر يتسحر وجبه زي ما بنقول تقيله بيض وعيش وفول، على الاقل ياخد زبادي او زبادي وفاكهه. تملي بننصح بالموز، الموز مليان بوتاسيوم وبيدينا طاقه، فيه كميه نشويات مش وحشه، يمدنا بطاقه والبوتاسيوم بيمنع العطش مع الزبادي، فدي بتبقى وجبه هايله جدا. قدرنا نحط عليها شوفان هتمدنا بطاقه مده اطول. فكل ما ناخد حاجات اليافها عاليه، بروتينها عالي، دهونها اقل وسكرها اقل، كده هنمنع نفسنا ان احنا نعطش، في نفس الوقت هتمدنا بطاقه مده اطول. الحديث عن السكر مهم جدا. الواحد بعد الفطار بيبقى محتاج طاقه وانا مش عايز اتخن، طب اعمل ايه؟ طيب السكر بتتكلم كسكر ولا كحلويات؟ لا كطاقه، حاجه تمد الانسان. ليه الانسان بيلجا لكوبايه العصير او بيلجا للتمر؟ علشان بيبقى يعني هبطان. حاسس هبطان وعايز ياخد باور او ياخد طاقه فبيلجا للسكر. انا بحب طعمه بس صح. ما بفكرش بيوند ايه اللي بيحصل. لا هو من اكتر العادات الوحشه والمضره لصحتنا اللي بنعملها في رمضان هو شرب العصير بعد فتره الصيام. من اكتر العادات اللي بتضر. شك بياخدوا المعده، شك بياخدوا المعده فعلا، كميه سكر فظيعه، تطلع كميه انسولين فظيعه، بتخلينا نخزن اكتر واسرع، بتخليك تاكل اكتر طبعا. فشرب العصير على العاده دي، شربها على بعد زي ما بتقول تاخد الجسم من اكستريم لاكستريم، بتدي شك، في حاجه اسمها انسولين شوك، بتدي شوك للبنكرياس، تطلع كميه انسولين كبيره جدا. الانسولين بيساعد على تخزين الدهون وتخزين الاكل اكتر، خلاص. فدي عاده غلط. الطاقه ناخدها بايه؟ تمر ومي. التمر مليان فيتامينات، مليان معادن، بوتاسيوم، مغنيسيوم، كالسيوم، حديد، في حاجات كتيره جدا. نشربه مع ميه، نعوض الميه اللي احنا فقدناها، في نفس الوقت ندي الجسم الطاقه بتاعته. انا عايزه اقول لك يا دكتور انا بتسحر بيه، يعني جميل بتسحر جدا بالتمر. جدا ممكن بقى مع الزبادي مع كوبايه لبن، ده سحور خطير. وبعدين ناخد الطاقه من الاكل نفسه، وانا لو كلت حته سمبوسك ولا حته مكرونه ولا رز وملوخيه، الحاجات دي بتديني طاقه، ما دي نشويات. انت احساسك ان احنا عايزين حاجه مسكره تدينا، ترفع السكر في الدم بسرعه، ده اللي حضرتك بتقول عليه، عشان تحسسنا ان احنا فوقنا، دي يحصل بالتمر والمي، مش بكوبايه العصير اللي مليانه كميه سكر ابيض كبيره جدا. وبعد الفطار حكايه ما بنفطر واحنا عايزين ناكل حاجه حلوه، هي دي عاده، مش محتاجين طاقه ولا حاجه، لان احنا عاده لسه انا وبسام كنا بنتكلم بنفطر كويس وسفره رمضان عامره، فاحنا بناخد طاقه كويس. حكايه حته الكنافه وحته البسبوسه، مش ان انا مش قادر، طب ما انا اكلت فطرت على تمر او عصير او وتبل، هي دي مجرد عاده في رمضان. يعني احنا هتلاقينا ما بناكلش بسبوسه كتير في غير رمضان، حتى على الفطار الصبح، ما احنا ممكن لو ما كنتش اتعشيت. لا مش موجوده على مواعيدنا يعني. بس كده. فالعصير من اوحش العادات اللي ممكن ناخدها، الميه في مناسبه في بتاع، لكن مش موجوده. بالظبط كده، لان فبنقول دي عادات، انا ابتديت كلامي ان دي عادات يعني احنا اللي عملناها، هي مش موجوده في الصيام اصلا. يعني حتى لو جبنا السنه كان تمر ولبن او تمر وميه، وبنريح معدتنا خالص ونقوم نصلي وبعدين ناكل، بعد نبتدي بعدها يعني بعد ساعه ساعتين اما هيأت معدتك للاكل للاكله الرئيسيه، احنا بنخش على الاكله الرئيسيه ونقوم بعد كده نصلي ونحلي وناكل تاني في السحور. فالقصص دي مهمه قوي ان احنا ناخد بالنا منها. طيب بعض الناس عندهم اعتقاد ان هم لو ما تسحروش، ده بالنسبه للناس اللي بتعمل بقى دايت قاسي في رمضان، انه لو هم ما تسحروش كده هيفقدوا وزن، هل ده صحي ولا لا؟ والرياضه قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ طيب لا يعني تسحروا فان في السحور بركه، فالسحور حتى لو خفيف مهم جدا، ما بنحبش ندخل الجسم في حاجه اسمها ستارفيشن مود، بان احنا ناكل وجبه واحده، حتى دي بنقولها في غير رمضان. الجسم بيقلل من حرقه لانه بيخش له الاكل وجبه واحده بس في اليوم، فده مش صح قوي انها تشيل السحور. ممكن ناكل سحور خفيف، طبق سلطه، طبق شوربه خفيف، زبادي بس، ده ما فيش فيه مشكله خالص.
السؤال الثاني ايه؟ الرياضه احسن. في بعض الناس بتروح قبل الفطار، بيبقى انا بالنسبه لي جربتها كذا مره، كانت حاجه مميته من التعب. ما هي دي بقى لسه بنقول اكوردنج لحالتي الصحيه عامله ازاي. انا بقدر ولا لا؟ لازم يبقى قبل الفطار على طول، ويبقى مايلد تو مودريت، يعني حاجه بسيطه، مشي جري، وبتبقى حاجه كارديو، دي بتحرق طبعا دهون اكتر. لم اللي بيقدر يعملها قبل الفطار، ودي ممنوعه طبعا لناس كتيره لو عندها امراض مزمنه، لو عندها سكر، لو عندها اي حاجه من الامراض دي، ممنوع تماما انها تعملها قبل الفطار. الناس اللي صحتها طبيعيه بنعمل مايلد تو مودريت، ما بنعملش حاجه جامده، ما بنعملش حاجه فيها حديد او حاجات اللي هي بنى العضلات، بنعمل حاجه الكارديو زي المشي زي الجري المعتدل، علشان ما يحصلش هبوط في السكر جامد او نفقد ميه كتير فممكن اتعب. غير كده بتمرن بعد الفطار الوجبه الرئيسيه بساعتين ثلاثه، عشان يبقى الدم راح للمعده والهضم حصل، فبرضه ما تعبش، او في الفتره اللي قبل السحور مفيش فيها مشكله خالص. على اي حال احنا عندنا مجموعه كبيره جدا من عادات وتقاليد للاسف الشديد ما لهاش اي علاقه بالصيام. فلسفه الصيام بتقوم بشكل رئيسي على انك تبتعد عن كل الوان الملذات، انك تعرف ان انت لازم تزهد في الدنيا. احنا بنعمل عكس ده تماما، والطب نفسه بيأكد الكلام ده، واحنا النصايح اللي قالتها لنا الدكتورة مروة ربما أكدت على عمق الرسالة السماوية الخاصة بالصيام، واللي احنا للأسف الشديد بنبتعد عنها، سواء بسكر كتير، سواء بسمبوسك، سواء بسبوسة، سواء بحاجات يعني دخلت على مائدتنا الرمضانية وملهاش أي علاقة بالقصة بتاعة الصيام. على أي حال بنشكر الدكتورة مروة نوح استشاري التغذية العلاجية، قدمت لنا مجموعة من النصائح المهمة جدا اللي كلنا كنا محتاجينها قبل ما يعني ايه نخش في شهر رمضان وتبتدي فيه ايه المواضيع. وانا هعمل دايت قبل ما اشوفك الحلقة اللي هتبقي معانا فيها تاني ان شاء الله، ونشوف بقى اخر ثلاث اسابيع حصل ايه. نشوف بعدها. بنشكرك يا دكتور مروة على وجودك معانا، وكل سنة وانت طيبة. تبقى الف خير.